إذا كان هناك تعريف للشخص الغني، فالغني بما يعطي وليس بما لديه. فالشخص فينا بيبقى تصنيفه يعني أنه شخص قادر على العطاء، ده يبقى شخص غني جدا ومكتفي جدا. مصر طول عمرها الدولة الغنية جدا جدا بكل أنواع الفنون، مسرح، سينما، دراما، موسيقى، كل حاجة حلوة في الفن تفتش عليها تلاقيها. بس بقيت مشكلتنا احيانا في الفتره الاخيره انك محتاج تفتش قوي عشان تلاقي الحاجه الحلوه، ولانه المعروض كتير، وده شان الحياه وطبيعه التقدم اللي حصل في الدنيا، فبقينا بنتلخبط. فبقت القنوات تجتهد جدا 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 عشان تدور لك في وسط الكتير اللي معروض على اجمل حاجه موجوده. وبقت المسرح مهمته صعبة جدا، انه يضحك الناس في ظل الناس ذوقها اتغير وظروفها اتغيرت وطريقة اقبالها على المسرح اتغيرت. فاكرين الازمات الكتير اللي كنا نتكلم فيها عن علاقة المصريين بالمسرح، وقد ايه اذا رجعنا نتذوق الفن ونتذوق الثقافة، واذا رجعت العيلة تروح السينما وتروح تحضر حفلة في الاوبرا، فيبقى احنا كده حافظنا على الهوية المصرية. اللي فاكر ان احنا كتير وسنين كنا نتكلم في الحكاية دي، كمان متابع اكيد انه كل حركه احياء للمسرح كانت محتاجه زقه كمان من التلفزيون. معظمنا ما اتفرجش على مسرحيات شهيره جدا جدا واحنا حافظينها صم كلمه كلمه، ما رحناش شفناها في المسرح، لكن شفناها من خلال التلفزيون. عشان كده الخبر اللي جاي ده مهم جدا جدا. لما نقول انه تلفزيوننا، قنواتنا، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أنها تتعاون مع وزارة الثقافة بشراكة كده ثقافية، خلينا نسميها، ما هو روافد الثقافة هي شاشات التلفزيون. فخبر الشراكة النهاردة مهم جدا ومبهج جدا لأي حد بقاله سنين مستني الفكرة دي. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقعت مع وزارة الثقافة بروتوكول للعرض التلفزيوني لمسرحيات الدولة، الحفلات اللي موجودة على مسرح الدولة، الفعاليات اللي بتنظمها دار الأوبرا المصرية، كل أنشطة الوزارة في المحافظات. لو برضو حضراتكم فاكرين لما كنا بنشوف قد إيه المحافظات غنية بفن، فالحقيقة أن الشراكة دي كنز، ثروة تقول لنا أو هترجع تفكرنا أننا أغنياء بالفعل. إحنا لسه مش بنحاول ندور لنفسنا على هوية ولا ميزة ولا بندور على منتج، المنتجات موجودة بالفعل. التعزيز دور الثقافة والدور اللي موجود بالفعل على الأرض في وزارة الثقافة بمنصاتها المختلفة، بأصول الثقافة بقى، بكل ما يعرض في مسارح الدولة، ده خبر عظيم جدا. عشان كده محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عنه. معانا على تليفون المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل اللي سيشرف على النقل التلفزيوني لهذه الفعاليات. مساء الخير الأستاذ الكبير محمد فاضل، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مساء النور. الخبر مبهج جدا بالنسبة لنا، وحضرتك بتاريخك الطويل في العمل الدرامي ونقل فعاليات بهذا الحجم، بالنسبة لحضرتك كان مشروع تم الإعداد ليه بقاله وقت، تصورك لأفضل صورة يخرج بيها أعمال مسارح الدولة هيكون إزاي؟ والله احنا فضلنا وقت طويل ما ننقلش، كان زمان في بدايات التلفزيون حتى ايام الابيض والاسود كنا بننقل مسرحيات الدوله. جه حصل كده بعد مده طويله بقت كل المسرحيات تتنقل لعده اسباب بقى، يا سبب اقتصادي يا سبب فني كده. لكن فعلا البروتوكول ده انا رايي بيعمل نقله كبيره جدا في الحياه الثقافيه في مصر، لانه اما هتتنقل كل مسرحيات وهتنقل من خلال الشركة المتحدة، أعتقد الشركة المتحدة بإمكانياتها الكبيرة هتقدر تنقل المسرحيات دي كمان بشكل جيد، يعني مش بشكل كده تجاري أو فده أولا. ده عامل أرشيف عظيم جدا للمسرح المصري في الفترة دي، وإن شاء الله يعني أتمنى أن وزارة الثقافة يعني تتكرم وتعمل لنا ريبرتوار لمسرحيات ما اتصورتش. ايوه، ما ده اللي عايزه اسال حضرتك فيه. انا عندي معلومه حضرتك صححها لي، انه في مسرحيات قيمه جدا 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 خلصت وما اتصورتش تلفزيونيا.
وبعدين ممكن كمان نعمل ريبرتوار من المسرح القديم بممثلين جداد، وده بيحصل في كل انحاء العالم. يعني لحد النهارده نشوف مثلا هاملت شكسبير اتعملت بكام كاست في انجلترا وفي امريكا وفي كل بلاد الدنيا. فده برضو من الحاجات المهمه اللي في اعتقد تبقى ان شاء الله في الحسبان، مش مجرد بننقل المسرحيات الموجوده حاليا وبس، انما بنسجل تراث ما وصلش للاجيال الجديده او كان متصور ابيض واسود مثلا. بالظبط. فبيتصور بالمعدات الحديثه اللي متوفره طبعا عند الشركه المتحده، وده اعتقد اضافه مهمه جدا جدا جدا. المنتج الفني، يعني راي حضرتك انه التاثير اللي هيحصل على المنتج الفني حتى الجديد اللي بيعرض على مسارح الدوله لا انا رايي كمان ده هيعمل نوع من ايه؟ تنشيط الدراما. الناس فاكره ان الدراما مسلسلات بس. لا، ده الدراما اساسا مسرح. فلما المسرح يتنقل بصوره جيده ويوصل للمشاهد بشكل فني جيد، انا اعتقد هيخلي كمان يرتفع بالذوق العام الفني او الدرامي، لان معروف ان المسرح هو ابو الدراما طبعا. يعني هو اساس الدراما، فده هينقل الجمهور نفسه هيتذوق الدراما التلفزيونيه بشكل تاني كمان. تمام. هيبقى في يعني هو من كل نواحي انا اعتقد اضافه. ايضا حاجه مهمه جدا، هيقدم للمشاهد ممثلين المسرح الجداد ومؤلفين المسرح الجداد ومخرجين المسرح الجداد. يعني لانه المسرح خصوصا في وسط بقى زحمه المواصلات وعدد، فلا احنا هنودي المسرح لحد الناس في بيوتها، فده يخليهم ممكن ينزلوا بقى هم بعد كده يتفرجوا على المسرح. ده حقيقي، ويعني بأثمن كلام حضرتك، واحنا فعلا احنا اجيالنا مثلا شفنا معظم المسرحيات العظيمه اللي مأثره في شخصيتنا من خلال التلفزيون، فده بعتقد انه دور سيعاد تجديده. بشكرك شكرا جزيلا المخرج الكبير الاستاذ محمد فاضل.